وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتجه إلى مغامرة جديدة، وهي مغامرة اكتشاف كهف المحج. هذا هو الكهف. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أخيرا الحمد لله وصلنا إلى كهف المحج، وهذا الكهف اللي ورانا، وهذا الفريق اللي وصل إلى الكهف. الأخوان كلهم، الأخ سمير، نادر، معكم بدر، أنس، نوح، وأخيرا طلال وشبيب، كلها طبعا أهل. وهذا الكهف، والآن إن شاء الله تعالى بننزل من هذا المرتفع مثل ما تشوفوا. هذا الارتفاع كامل، بعدين ننتقل إلى جهة ثانية، ندور من خلف هذا الجبل كامل، بعدها ندخل إلى منطقة المحج مباشرة، وتقريبا يحتاج لنا بعد 3 كيلومترات زيادة عشان نلف على الجبل بالكامل. شكرا. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى تقريبا أعلى الجبل منطقة المحج، باقي شوية وهالفريق، باقي لنا زميل واحد فقط ما زال بعده كافح عشان يصعد. خلنا نشوفه شوية. أيوة خلاص الحمد لله وصل ونجح في الاختبار. هذا طبعا العمق اللي احنا جايين منه، وهذا باقي حاجة بسيطة جدا من الارتفاع. شكرا. بنوصل ان شاء الله فوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، الحمد لله رب العالمين، وصلنا الى اعلى قمة جبل الحج. طبعا هذا الفريق الان وصل الى اعلى قمة الجبل اللي بتشوفوا الان خلفكم، ولاية العامرات ولها مثل ما الان انتم تلاحظوا. طبعا هذا الكوتش اللي هو كابتن الفريق، محدثكم طبعا بدر. تمام، هذه العامرات ولها مثل ما انتم شايفين كلها تقريبا